هذا بيه 8 احتمالات. ما هو الشيء الذي تراه بكثرة في الفيسبوك؟ قوي بتضرب طبعا. شنو هاي محمد؟ الإعلانات. الإعلانات صح. الاحتمال الخامس، انطيني احتمال أعلى وتقرر. ما هو الشيء الذي تراه بكثرة في الفيسبوك؟ تعليقات. التعليقات خطأ خطأ خطأ. إذن أنت تقرر ويا من نروح، وياكم لو وياهم. الإعلانات نعطيهم السؤال الهم. يلا أخي محمد تفضل ونشوف. حسين، ما هو الشيء الذي تراه بكثرة يعني في الفيسبوك؟ مثلاً الصور الشخصية. الصور الشخصية. أيه. الصور الشخصية خطأ. وست ضحى، يعني أكثر شيء مقاطع فيديوهات. مقاطع فيديو؟ فيديو. مقاطع فيديو صح. ودنيا بيجات، يعني بيجات. ها؟ بيجات. بيجات. خلينا نشوف بيجات موجودة. لا.